بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. اللهم من علينا بتدبر آياته وفقه أسراره والعمل به يا كريم. الحديث عن القرآن دائما وأبدا أمر ذو شأن عظيم. الشيخ صالح بن عواد المغامس يفتح معكم صفحات عطرة. يهدي الله لنوره من يشاء في تفسير القرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد. القول المؤصل في سور المفصل. في سور المفصل. تقديم فيصل بن جديان العتيبي. تنفيذ ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من القول المؤصل في سور المفصل مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، حيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. لا زال الحديث موصولا عن آيات سورة الذاريات، وتحدثنا عن قصة موسى مع فرعون وكذلك عن قصة عاد، واليوم نتحدث عن قصة ثمود وقصة كذلك نوح كما ذكرها القرآن في هذه الآيات. قال الله تعالى: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. الحمد لله، وبعد، تكلمنا في اللقاءات السابقة عن قوم عاد وقبلهم قوم موسى، ثم كان الحديث قبل ذلك عن قوم لوط. الآن قال الله جل وعلا عن خبر قوم ثمود، قال: وفي ثمود. وفي ثمود أي آية في ثمود. وثمود قبيلة عربية تعد عند المؤرخين من العرب البائدة، وقد جاءوا بعد عاد في ظاهر القرآن، وقد كانوا يسكنون الحجر كما أخبر الله جل وعلا، وهناك سورة باسمهم هي سورة الحجر. قال ربنا: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. قول الله جل وعلا تمتعوا حتى حين تحتمل احتمالين: إما المتاع المعروف الذي يتمتعه كل أحد، ومعنى حتى الفسحة حتى يأتي الأجل كما قال الله جل وعلا: ومتاعا إلى حين. فحتى الاستسقاء عندما نستسقي نقول: اللهم اجعله بلاغا ومتاعا إلى حين. لما نقول إلى حين؟ لأن كل شيء له أجل. هذا أول ما ينصرف إليه الآية. لكن إذا جعلنا هذه الآية الكريمة في سورة الذاريات في ضميمة إلى الآية التي في سورة هود، وجدنا أن الأمر يختلف. فإن صالحا عليه السلام هو المبعوث إلى قوم ثمود، أتاهم بالآية المعروفة التي هي الناقة، وهي من أعظم الآيات، ولهذا اشتهر ذكرها في القرآن. قال ربنا في الإسراء: وآتينا ثمود الناقة مبصرة. فهنا إذا حملنا هذه الآية في الذاريات على الضميمة في آية هود، الله يقول في سورة هود: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها، أي وقع منهم عقر الناقة، فقال أي صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فقوله تمتعوا في داركم 3 أيام يحمل عليه المتاع الموجود هنا في قول الله جل وعلا: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، يصبح المعنى 3 أيام التي أعقبت عقرهم للناقة، التي أعقبت عقرهم للناقة. وهذا زيادة في النكال بهم، لأنه ذكر أهل العلم أن وجوههم كانت تتغير كل يوم، حتى جاءتهم الصاعقة عياذا بالله. قال ربنا: فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فلهم الذين تجاوزوا الحد فانتصروا، ولا بالذين فقط نجوا. فكلا الأمرين أصابهم النكال والوبال والسفال. قال الله جل وعلا بعد ذلك: فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فلما ذكرهم وذكر النكال بهم، ذكر أمة أعظم منهم من قبل، قال: وقوم نوح من قبل. وجاءت من قبل بالضم لأنها منقطعة عن الإضافة، والمعنى: وقوم نوح من قبل أولئك كلهم. ولا نقول فقط من قبل ثمود، لأن قوم نوح من قبل ثمود ومن قبل عاد ومن قبل موسى ومن قبل إبراهيم. فقال الله جل وعلا: وقوم نوح من قبل. ونوح عليه السلام هو أول رسل الله إلى الأرض، كما دل عليه حديث الشفاعة، ودل عليه قول الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهذا ظاهر القرآن على أن نوح عليه السلام هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. قال الله جل وعلا: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا، أي قوم نوح
قوما فاسقين، ووصفهم بالفسق، والمراد به هنا الكفر. والفسق والكفر قد يأتيان أحيانا بمعنى يختلف، وقد يأتيان أحيانا بمعنى متفق. فمن إتيانهما بمعنى مختلف قول الله جل وعلا: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالكفر غير الفسوق، والفسوق غير العصيان، كما أن اللمم غير العصيان. يأتي أحيانا بمعنى الكفر كقوله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، في سورة السجدة. الفسق هنا بمعنى الكفر. هذا ما يمكن أن يقال. لكن الله جل وعلا هنا في سورة الداريات لم يقل على أي حال أهلك قوم نوح، لكن قد استفاض في القرآن وفي السنة أنهم أهلكوا بالطوفان، وهذا ذكره الله جل وعلا منصوصا عليه في كتابه العظيم، قال: فأخذهم الطوفان. وقال جل وعلا: فالتقى الماء على أمر قد قدر، إلى غيرها من الآيات الشهيرة الظاهرة البينة في أن هلاك قوم نوح كان بالطوفان. والقرآن مثاني، فأحيانا تكرر القصة فيأخذ منها العبرة دون أن يتحدث القرآن عن التفاصيل، وأحيانا تأتي التفاصيل ولا تأتي العبرة، إما توكل إلى فهم القارئ أو إلى آية أخرى تبين تلك العبرة فيها، والعلم عند الله. بمشيئة الله تعالى في الحلقات القادمة سوف نتحدث عن سورة نوح، وسوف تأتينا القصة كاملة بعد هذه الآيات. يقول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فضيلة الشيخ، انتقال الآن الحديث من هذه الأمم البائدة والحديث عن نعم الله عز وجل وعن مخلوقاته. الله يقول: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فهذا من التصريف في القرآن، هو الانتقال في طريقة الخطاب حتى يتعظ الناس. فقد ذكر الله أمما قد سلفت وأياما قد غبرت، ثم قال جل وعلا هنا مبينا طريقة أخرى في تنبيه أولئك القوم من مشركي مكة إلى ما كانوا يصنعون. فقال ربنا جل وعلا يبرهن على عظيم آياته ويدلل على جليل مخلوقاته، قال: والسماء بنيناها. فقوله جل وعلا بنيناها دليل على أنها شيء محسوس وعلى أنها شيء عظيم، فكيف إذا كان البناء بقوة رب العالمين جل جلاله. قال: والأرض فرشناها، وهذا لا يمنع أن تكون الأرض يعني كما يقال كروية، لأنها الناس يعيشون فيها على أنها موهدة، على أنها مفروشة، فالعبرة بالانتفاع بها. فذكر الله جل وعلا خلقين عظيمين من خلقه وهما السماء والأرض. وقد قال ربنا في سورة أخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقد دل القرآن كما سيأتي في النازعات على أن الأرض خلقت أولا، ثم خلقت السماء، ثم تم خلق الأرض. والله في جل وعلا لا معقب لحكمه، ويحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وقد كان هذا لحكمته وبقدرته جل وعلا. فقال جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ثم قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فأرشد جل وعلا إلى أن يتذكر الإنسان في مخلوقات ربنا تبارك وتعالى. وقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين، هذا منتهى العموم في الخلق، أن كل شيء خلقه الله جل وعلا من زوجين حتى يعتبر الناس، فكل شيء له ضد، حتى لو كما يقول بعضهم إن كان هذا فيه توسع أن إبليس يقابله جبريل، والجان من ذرية إبليس تقابلها الملائكة، وإن كانت الملائكة ليست من ذرية جبريل. ثم قال الله جل وعلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذه آية ترغيب، وهي تحمل عظة عظيمة: من خاف من شيء فر منه، ومن خاف من الله فر إليه. لما يقول رب العالمين ففروا إلى الله، ينبغي أن يعلم أنه لا فرار ينجي إلا مع الله. وقد قال بعض أهل العلم: من صدق إلى الله فراره صدق مع الله قراره، من صدق إلى الله فراره كانت توبته صادقة وأوبته على يقين، ويريد ما عند رب العالمين جل جلاله كان بقاؤه على الإيمان ورسوخه في اليقين ومضيه على صراط رب العالمين أعظم ثباتا. وإنما ترى من ترى ممن ينتكس من الخلق اليوم، والله لو وجدوا لذة الإيمان لمن تكسوا، لكنهم أصلا لم يصدقوا في الأوبة
ولم يصلوا إلى رحيق الإيمان بعد، فلهذا ينتكسون يتساقطون في الطريق. أما من صدق إلى الله فراره فيصدق مع الله قراره، قال ربنا ففروا إلى الله في كل أحوالكم، في دفع مرهوب أو في جلب مرغوب، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، فالدين قائم كله على إفراد الله جل وعلا بالعبادة وتوحيده تبارك وتعالى. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ونلحظ تكرار إني لكم منه نذير مبين في الحالتين، وإنما جاء بسياق النذارة مع الاتفاق على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، لأن المقام إلى النذارة أقرب، والحاجة إلى وعظ الناس وترغيبهم وبيان ما هم فيه من حاجة إلى الوعيد جعل الآية تتكرر إني لكم منه نذير مبين. فنلحظ أن الآية تدور في مقاصد الصور المكية، وهي قضية إثبات التوحيد، وهذا تحقق في قول الله تعالى ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، وإثبات رسالة ونبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا يتحقق في قول الله تعالى إني لكم منه نذير مبين. فضيلة الشيخ، في ختام هذه الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفر إلى الله عز وجل في أموره كلها، ومن ذلك إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، هل من توجيه في ختام هذه الحلقة؟ هذا لا بد منه، لأن الإنسان إما أن يكون في مرغوب يطلبه أو في مرغوب يريد أن يدفعه، وهذان كما بينا سلفا لا يمكن أن يرفع مرغوب ويدفع، ولا أن يتحقق مطلوب ويجلب إلا برحمة الله جل وعلا وفضله وإحسانه على ذلك العبد. فليس للعبد إلا أن يفر إلى ربه ويصدق في توكله مع الله جل وعلا ويأخذ بالأسباب، لأن الفرار ليست كلمة تقال، وإنما هو إقبال قلب وقيام جوارح. إقبال قلب بأن يمتلئ ذلك القلب محبة وإجلالا وخوفا وفرقا من الله، مع اليقين أن الأمور كلها بيد الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. والأمر الثاني أن يصاحب ذلك الإقبال شيء من عمل الجوارح، كأن يلجأ الإنسان إلى الصلاة كما في الحديث، أو أن يتصدق، أو أن يكثر من ذكر الله، أو أمثال ذلك مما يظهر على العبد فيها إقباله على الله تبارك وتعالى. فهذا كله مما يحتاجه المرء على كل حال، وأصل ذلك اليقين بأن الأمور كلها بيد رب العالمين جل جلاله سبحانه وتعالى. بهذه الكلمات نختم حلقتنا. كان معنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن بعض آيات سورة الذاريات. في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى سنستكمل السورة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القول المؤصل في سور المفصل، في سور المفصل. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جريان العتيبي. تنفيذ ماجد بن راشد الدباس.